153 مليون شخص حياتهم معرضة لخطر الوفاة المبكرة بسبب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تقدر ب 883,747 كيلو طن وفقا للبنك الدولي. فالحكومات سرعت من إجراءاتها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وإنفاق ما يقارب 7 مليارات دولار سنويا في سبيل خفض نسبة انبعاث الكربون من مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، والتي تعد أرامكو عضوا مؤسسا لها في سبيل إبطاء آثار التغير المناخي وإعادة التوازن البيئي. تقوم المملكة بأدوار ريادية لتعزيز وتوحيد جهود مكافحة أزمة المناخ تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء من خلال تنفيذ مجموعة متنامية من المشاريع لخفض الاحتباس الحراري بما يعادل 7 ملايين طن سنويا، وتخصيص 35 مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل استهلاكها، بالإضافة إلى إطلاق منصة الرياض الطوعية التي تهدف إلى تداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباتباع نهج شامل، قامت المملكة على خفض انبعاثاتها من الكربون من خلال تنفيذ برامج لرفع كفاءة الطاقة وتطوير تقنيات احتجاز الكربون وزيادة وسائل النقل العام، بما يسهم في التقليل من الازدحام المروري وانبعاثات الكربون الصادرة من المركبات، إضافة إلى زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة.